كمل مع حضرتك في الجزئيه ديت. معايا المهندس ماجد حمدي، طبعا عضو مجلس اداره مؤسسه بهيه، ودي طبعا حاجه مهمه جدا، او بيعملوا حاجه مهمه جدا طبعا بالنسبه يعني اكتشاف سرطان الثدي للسيدات. استاذ ماجد برحب بيك. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك اسلام بيه، وسعداء ان احنا معاكم في البرنامج الجميل بتاع حضرتك. شرف لينا، وفي نفس الوقت انا اللي بشكرك طبعا على فكره المؤسسه وفكره محاوله اكتشاف طبعا المرض او الاكتشاف المبكر بالنسبه للمرض للسيدات، لان دي حاجه طبعا مهمه جدا. دايما المراه هي عمود البيت المصري وعمود المجتمع المصري، وبالتالي فكرة المستشفى وفكرة المؤسسة أنا اللي بشكركم عليها. أستاذ ماجد، يعني هل المؤسسة يعني الفكرة جت إزاي؟ وهل يعني دوت بيجنب السيدات المصريات فكرة الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، ده بيجنب فكرة الوقاية خير من العلاج؟ طيب، اولا يا فندم برحب بحضرتك تاني، وبرحب بالمخرج الكبير عمر بيه عبد العزيز. اهلا يا فندم. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك يا فندم. ومن موقعي يعني ندعو حضرتك ان شاء الله بعد رمضان وبعد الكورونا تشرفنا في بهيه وتتفرج على المستشفى واللي بتأديه لكل سيدات مصر بالمجان ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب دلوقتي يا فندم، الحاجه بهيه وهبي اللي هي اولادها انشاوا هذه المستشفى، هي بالمناسبة عمها الفنان الكبير يوسف بيه وهبي، وهي كانت زوجة المرحوم المهندس حسين عثمان، أخو عثمان أحمد عثمان. وصت ولادها لأن جالها سرطان، فوصت ولادها أما توفى ولاد يبقوا جيبوا جهاز إشعاع حطوه في أي مستشفى يعالج السيدات ببلاش. الولاد كان عندهم بر كبير قوي قوي بأمهم، ف مش بقى جابوا جهاز بعد وفاة الوالدة، هم هدوا القصر اللي كانوا عايشين فيه وبنوا مستشفى بهية. بعد ما بنوا المستشفى سلموها لنا من 5 سنين، كانت بهية لسه مش معروفة خالص في مصر. اجتهدنا جدا وابتدينا نحقق، أول هدف لينا هو التوعية. احنا رحنا في كل حتة في مصر وعينا الستات المصريات بأهمية الكشف المبكر، لأن الكشف المبكر ده بيقي السيدة من الإصابة بسرطان الثدي، ولو لا قدر الله طلع عندها المرض لو اكتشف مبكرا نسبة الشفاء فيه بتعدي 98%، ودي نسبة عالية جدا في أي مرض في العالم. وبالنسبة للسرطان تقريبا أعلى نسبة شفاء في العالم من مرض سرطان هو سرطان الثدي لو اكتشف مبكر. الحمد لله يا فندم، في ال5 سنين دول ربنا أكرمنا واستقبلنا تقريبا أكثر من 125 ألف سيدة مصرية طبعا بالمجان. طمناهم وإحنا اطمنا عليهم، طلع من 125 ألف اللي هم كانوا فاكرين نفسهم عندهم المرض، طلع فقط المصابات 9000، و116 ألف الحمد لله اطمنوا واحنا اطمننا عليهم، وال9000 بياخدوا العلاج بالكامل في مستشفى بهية الحمد لله بالمجان. احنا الحمد لله يا فندم في ال5 سنين اللي فاتوا المصريين كلهم كانوا واقفين في ظهر مستشفى بهية عشان نأدي الدور اللي مطلوب منا. وطبعا احنا في شهر كريم، وشهر رمضان ده شهر الخير، فلو تسمح لي يعني من برنامج حضرتك انا بدعو كل الشعب المصري انه يساعد مستشفى بهية، لان الضغط علينا بقى شديد جدا، الثقة الكبيرة قوي اللي الشعب حطها فينا مخلي كل ستات مصر عايزة تيجي تتعالج في بهية. فبندعو الشعب الكريم في الشهر الكريم انه يعني يدعم مستشفى بهية عشان نكمل دورنا ونقدر نخدم اكبر يعني قدر واكبر عدد ممكن من ستات مصر ونطمنهم ان شاء الله. استاذ ماجد حمدي طبعا عضو مجلس اداره مؤسسه بهيه طبعا الخيريه لسرطان الثدي او لعلاج او اكتشاف المبكر للسيدات فيما يخص طبعا مرض سرطان الثدي، بشكرك وبضم صوتي لصوتك، لان في النهايه زي ما قلت لك او زي ما قلت لحضرتك المراه هي عمود المجتمع المصري. نروح نشوف فيديوهات للرياضيين بيدعموا مؤسسه بهيه. تصبحوا على خير. الوقت
دايما بيعدي ببطء في اي طابور، طابور العيش، على الكاشير، اسانسير، طوابير كتير بنبقى فيها مستنيين، بس اللي بيهون الوقت انك عارف ان كده كده دورك جاي، بس المهم تلحق. ستات كتير في طوابير الانتظار مستنيين دورهم في العلاج. انا بدعم مستشفى بهية لعلاج السرطان، وبوجه لهم جزيل الشكر لعلاج جميع الحالات بالمجان. انا كمان بدعم مستشفى بهية لمساعدة الناس، وده واجب علينا، وبطالب كل المصريين بدعم المستشفى. بدعم مستشفى بهية، واتمنى ان كل المصريين يشاركونا في الدعم ده ان شاء الله، ويجازيكم كل خير ان شاء الله من خلال دعمكم. انا بدعم مستشفى بهية عشان صحة كل امه مصرية. انت كمان ادعم بهية. بدعم مستشفى بهية سرطان الثدي. حابب أقدم كامل دعمي لصرح طبي كبير زي مستشفى بهية، والمجهود الكبير اللي بيتبذل من القائمين على العمل في هذا المستشفى. أرجو من كل الناس إنها تساند وتدعم مرضى سرطان الثدي في هذا المستشفى، ولكم جزيل الشكر، ودايما في الخير، وربنا يجعله في ميزان حسناتكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم على كل المصريين. يا ريت كلنا ندعم مستشفى بهية عشان خاطر نحافظ على كل أم مصرية. أنا مرة رحت مستشفى بهية وشفت هناك بيتعبوا قد إيه، فريت كل المصريين يبرعوا لمستشفى بهية عشان نحافظ على كل أم مصرية. مع السلامة.